ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم سائق جرافة على تخريب تجهيزات مشروع المنطقة اللوجستيكية بمنطقة القليعة ضواحي أكادير بدافع الانتقام. وبحسب مصادر جريدة أكادير 24 الإلكترونية، فإن السائق المذكور عمد إلى توجيه الجرافة باتجاه البنايات البلاستيكية التابعة للورش، فشرع في تخريبها على خلفية ما اعتبرته ذات المصادر عدم أداء مستحقات هذا السائق، وهذا ما أجج غضبه ليقدم على فعلته. هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث يوم أمس الأربعاء، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في النازلة انتهى باعتقال المتهم الذي يبلغ من العمر 35 سنة، حيث تم فتح تحقيق أولي معه انتهى بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البعث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.